إذن اليوم يتوج ليفربول وبيقول للعالم كله ان هو افضل فريق في العالم، كسب بطولة كاس العالم للأندية. او وانا اللي بقول هم اللي بيقولوا. النهاردة هنتكلم في ده، ومحمد صلاح طبعا فخر مصر وفخر العرب. الراجل بيتوج بيعمل لنا تاريخ النهاردة، الراجل بيكسب جايزة عمر ما مصر كسبها قبل كده. النهاردة الراجل بيتوج كافضل لاعب في البطولة عشان ياخد حق ابو تريكة والحديث اللي حصل ما بينهم. لكن السؤال يبقى هنا، هل استحق محمد صلاح الفوز بالجائزة دي ولا لا؟ هنتكلم اكيد على اللي حصل في كاس العالم للأندية، هنتكلم على ارتيتا وانشيلوتي وقدومهم هما الاثنين، وهم بيتفرجوا على ماتش عيان يوازي ال11 وال15 فعلا في الدوري الانجليزي، مش اكتر من كده. فالاثنين كانوا قاعدين مقروفين جدا وبيتفرجوا ارتيتا وانشيلوتي، وهنتكلم على مدرسة ده وهنتكلم على طموح ده. سيتي كمان بيفوز بفوز مهم جدا كاداء وكروح معنوية، وبيقرب جدا من ليستر سيتي بفرق نقطة عشان يستنى ليفربول ونشوف المنافسة هتكمل ولا لا. شيء ممتاز لجوارديولا، لكن الأهم في الماتش هو محرز اللي بيقول لجوارديولا ما ينفعش أقعد دكة، اللي أنا بعمله ده يخليني أكون واحد من نجوم الدوري الإنجليزي وأكسب جايزة أفضل لاعب لو كسبتني ألعب موسم كامل زي ما كنت بلعب في ليستر سيتي. برشلونة أيضا بتنهي عام 2019 بأرقام كويسة جدا، ميسي يحرز الهدف الخمسين ليه في هذا العام، يعدي الرقم ده لتاسع موسم على التوالي من أصل 10 عشان يبهر الجميع ويقول هو ليه ليونيل ميسي. برشلونة أيضا بتخلص الموسم كله بدون أي خسارة على الكام نو، وهم متصدرين الدوري. هنستنى مدريد تلعب، لو مدريد كسبت برضو برشلونة اول لكن متوازية مع مدريد، لو مدريد اتعدلت او خسرت تنفرد برشلونة بالصدارة، وفالفيردي رغم كل الانتقادات بيثبت ان هو عبقرينه في نفسه يعني. واخيرا وانا بصور الحلقة اتفاجئت كده ان ميلان خسرانة 5-0 من اتلانتا. انا مش هتكلم لاني لسه بصراحة ما شفتش اي حاجة، لكن ده يعني خليني اقولها لك في الانترو ان دي مصيبة. النادي بيروح في اللالا لاند، الحمد لله على ارسنال بقى يعني، على كده الواحد مش في داهيه قوي. اعمل لايك وسبسكرايب وافتح التنبيهات وخليك رزيع معانا وتابعنا اول باول، ويلا نرغي في كل اللي حصل في اوروبا امبارح. اهلا بيكم يا رزيعه في حلقه جديده من حلقات رزع اوروبا. النهارده نبتدي لكم بالليفربول، ليفربول اللي بيدخل مكتبه بيدخل خزينه النادي بطولات، بطوله جديده عمال يدخل في تشامبيونز ليج. النهارده كاس العالم اللي الراجل خسره قدام ساو باولو لما كسبوا التشامبيونز ليج في اسطنبول، الراجل راح خسر هناك. النهارده الجيل ده بيكمل مسيرته، النهارده كلوب مع الجيل ده البروجكت بتاعه في قمه كده، عارف اللي مش عارف اوصف لك الاحساس ده بيقولوه ايه. هو الراجل مبسوط، طالع في الاعلام قد ايه بيتكلم بسعاده ومبسوط وسعيد بفرقته، وبيتوج اخيرا هذا مدرب السيء الحظ بالبطولات. خلاص الدنيا بتكافئه، ربنا بيكافئه على اللي هو عمله في حياته. ليفربول عملت اللي عليها، قدرت تكسب مونتيري، قدرت تعدي النهارده من فلامينجو، لولا ان فلامينجو كانت بتلعب ماتش هايل قدام ليفربول. خيسوس قدر يلعب كلوب، كنا مستنيين نشوف المدرب اللي هيقف قدام الراجل ده. خيسوس برفقائه البرازيليين قدروا يقفوا وعملوا ماتش حلو، مما ادى الى خلى الماتش يروح لاكسترا تايم. اتكلم على فلامينجو، ماسكه استحواذ النهارده ب 51%، وده صعب جدا فرقه تعمل كده في ليفربول. ليفربول في حاله جميله النهارده، كمان بيبقوا اكتر فريق في انجلترا كسبان بطولات رسمي ب 47 بطولة، يتفوقوا على يونايتد، يتفوقوا على اي حد تاني، بقول لك في ابهى العصور. النهارده من المساوئ طبعا احنا شفنا شامبرلين اتصاب تاني، ديمبيلي انجلترا الراجل طبعا يعني ما صدقنا انه رجع، وراجع بفورم حلو جدا بيصعب على اتصاب تاني النهارده بعكاز، لكن المينتاليتي الجميله انه بيحتفل بالعكاز بكاس العالم وعمال يهيص وبتاع، مبسوط مش مشكله. انزل مينامينو جاي خلاص ينزل بدالي ويلعب، مينامينو اللي تفكير البروجكت بتاع كلوب ده بقول لك عليه، كل الناس بتتكلم على هالاند و100 مليون و90 مليون، ليفربول تاخد اخو هالاند اللي بيلعب جنبه مينامينو ب7 مليون. قيمه الراجل ده انا بقول لك من غير ما اتفرج عليه هلاقيها تقل عن 40 50 كمان سنتين، ده لو لعب عادي، لو تفوق زي سون ولا زي الناس اللي بتتفوق شوف بقى سعره كام. شوف التفكير النهارده، زي روبرتسون اللي راح جابه من هال سيتي بملاليم النهارده قيمته بكام. فيرمينو الراجل النهارده اللي بيخلص الماتش برواقه جدا، صلاح وماني مش عارفين يعملوا حاجه، يجي عند الراجل
فيرمينو يخلص لك السيمي فاينل ويخلص لك الفاينل. فيرمينو اللي كانوا بيقولوا عليه فلوب بتاع انجلترا، يقول لك ده لعيب فلوب، ده اللي هو كده اللي هو زربيحة خالص، جاي لا روح، ده جاي لنا من المانيا وتعبان قوي وبيعملنا شعره، ده ما ينفعش عندنا. بص فيرمينو النهارده بيعمل له ايه؟ صلاح. ولما نتكلم على صلاح قلنا قد ايه انا فرحان، عشان بس الكلام ما تفهموش انت غلط، احنا بنتكلم يا جماعه. فصلاح كلنا مبسوطين له وكلنا سعداء بهذا الانجاز، واكيد احب كمان اخد الانجاز ده بالعافيه، لكن هل استحق صلاح الجائزه كلاعب في البطوله دي؟ صلاح ما استحقش الجائزه. صلاح كسب الجائزه دي نوع من القوة، نوع من القوة بتاعة شخصية صلاح في أوروبا وفي العالم، ودي أيضا حاجة جيدة، لكن احنا في فروقات هنا بنتكلم عليها. أبو تريكة لما خسر الجايزة كان قدام رونالدينيو، ساعتها رونالدينيو عشان الإعلانات، وده رونالدينيو يعني احنا ما نصدق راجل زي ده يجينا ومكسبه البطولة. أبو تريكة كان الأفضل وكله يشهد على كده، واتكلموا صلاح وأبو تريكة في بي إن سبورتس، قال له أنت خدت لي حقي من مونتيري كمان وكسبت البطولة أبو صلاح، حاجة كانت جميلة. فالنهارده هو ما خدهاش عشان هو افضل صلاح لعب في البطولة وفي الماتشين دول، لكن هو كسبها عشان هو كون اسم صلاح الكبير قوي في عالم الكورة، يخليه يخش بشخصيته بس يكسب البطولة عشان الاعلانات ودولة عربية وابو صلاح وليلة سعادتك. فكان لازم نوضح النقطة دي. ليفربول الدنيا ماشيه تمام جدا، ماشيه تمام جدا، اكيد كلوب بيتكلم على ضغط الماتشات وده طبيعي بيحصل كل سنه، لكن المشكله عنده في الاصابات. النهارده ليفربول هتصمد قد ايه بالاصابات؟ عندك شامبرلين النهارده اتصاب، فينالدام مصاب، فابين مصاب، لوفرن مصاب، ماتب مصاب. هل ليفربول هتصرف بقى في يناير؟ هتعرف ان عندها ازمه كبيره ولازم تصرف وتجيب نص ملعب وتجيب مدافع تاني، ولا ايه اللي هيحصل؟ هي دي العائق الوحيد اللي ممكن نشوفه بيواجه ليفربول في الماتشات القادمه، لكن غير كده ليفربول بتؤكد انها الافضل. ليفربول تخوف اي فريق يلعبها حاليا، اي فريق في العالم، سواء كنت مين هتروح ليفربول فانت في شك كبير جدا انك تعرف تهزم الراجل ده بالبروجكت اللي بيعمله. قبل ما اقفل بس كلامي على الماتش، كان عندي تعقيب على الحكم. حكم فاينل ليفربول في كاس العالم مع فلامينجو، ماتش صعب جدا، مين الحكم اللي كان بيحكم الفاينل؟ النهاردة الراجل تحت المستوى، وباين جدا ان هو مش قد الفاينل، مرهوب جدا، مش قادر يسيطر على الماتش. ضربة جزاء مش ضربة جزاء، واللي حصل في الاخر اي نعم هي مش ضربة جزاء ومن برة، لكن هي فاول. الفاول ده انت يعني فاجئنا كده في الاخر ان الكرة هنعملها بند في النص ونشوف ايه ده؟ ايه ده؟ يعني لا يعني بصراحة يعني حكم مش على قد المباراة خالص، كان هيبوظ الماتش. احنا فاهمين ان هو حكم طبعا قطري والبطولة القطرية وبتاع، لكن اكبر انجاز ليه الراجل ده ان هو يبقى رابع حكم، رابع في كاس العالم، فالنهاردة يجي يحكم نهائي كاس عالم بطولة كبيرة، بصراحة ما ينفعش. بمناسبة كاس العالم الاندية، فاحنا لازم نحيي طبعا الرزيع السعوديين اللي عملوا اداء مشرف جدا، طلعوا مركز رابع. طب تسألني يا سري ايه رأيك في المركز الرابع؟ اقول لك طبعا حاجة جميلة، حاجة مشرفة، لكن كان شيء متوقع من الهلال. يعني لو سألتني قبل البطولة اقول لك طبيعي، اتمنى انهم ياخدوا تالت كمان لانهم فريق قوي جدا. النهاردة اللي زعلني انهم اي نعم خسروا بضربات الجزاء قدام مونتيري، تعادلوا 2-2 وفقدوا المركز الثالث، لكن اللي مزعلني ان مونتيري كانت غايبة عنهم 8 لعيبة ودوهم على الدوري، يعني زي كده ليفربول الفريق الرديف دول عندهم منافسة شرسة جدا في الدوري المكسيكي، فكان اهم من المركز الثالث، ولعبوا باحتياط كتير جدا وبناشئين كتير جدا، لكن الهلال ما استغلتش ده وخسرت الماتش. لكن ربنا يوفقكم في البطولات الجاية، يعني شيء جميل انك تحصد على المركز الرابع. ايضا الترجي اللي اتكلمنا عليه برضو بنحييهم وبنحيي كل العرب. في واحد ليه بيتضايق قال لي يعني ما حيتناش ليه؟ والله عشان ما فيش فريق، بس احلى مسا عليك وكل جمهور الليبي اللي بيتفرج علينا من الرزيع. ننتقل بقى الى ارسنال وايفرتون، انشيلوتي وارتيتا. انشيلوتي وارتيتا، ماتش يا جماعه غريب جدا، يعني ليونبرج وفيرجسون مدربين مؤقتين لايفرتون وارسنال، الاثنين ماشيين في نفس اللحظه والمدربين الاثنين الجداد قاعدين بره هم الاثنين، يعني مشهد كوميدي جدا لن تراه كتير، يعني ممكن يكون الاول في التاريخ من نوعه ان تلاقي كده الحدث ده الاثنين مع بعض، اللي هستلم منك وانا هستلم منك الماتش الجاي. ماتش بقول لك والله كان يعني ما اقدرش اعلق عليه احتراما لمكانتي ولنفسي
وعزه نفسيتي ما اقدرش اعلق على هذه المباراه ولا قيم لعيبه. هبقى اقول لك 11 وال15 بيلعبوا، يعني تخيل انت. لكن لازم نشكر مدربين اللي ماشيين. عم فيرجسون والله انا شايف ان هو تجربته كانت جميله جدا، الراجل بتاع حماسي جدا يعني، واخد من كلوب كده وبتاعه وبيشجع على طول. الراجل لعب فرق كبيره، الراجل لعب تشيلسي كسب تشيلسي، الراجل لعب يونايتد اتعادل معاها وتعادل مع ارسنال، الراجل لم يخسر في اي مباراه برغم الهزائم الكتير جدا اللي ايفرتون كان بتعدي بيها. فالنهارده الراجل والله العظيم مشكور جدا جدا جدا. يعني انا اتمنى اشوف فيرجسون بيدرب فرقه تانية في الدوري الانجليزي وياخد حقه بقى. يعني طبعا مش هنحكم عليه من 3 ماتشات، لكن عنده ممكن نشوفه ياخد فرصه لو حد بيدور على مدرب ولا بتاع. شفنا منه 3 ماتشات يعني احسن بكتير من اللي شفناهم من ليمبرج. ليمبرج شكرا والله، شكرا والله العظيم مش عارفين نقول لك. انا كنت بحبك جدا كلاعب وقربت اكرهك. شكرا ربنا، انا عارف انك مزنوق وانا عارف ان احنا بنزنقك مع اللعيبه الوسخه اللي معانا، لكن شكرا ليك جدا. يعني ما شفتش اوحش من امري شفتها حاجه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ما شفناش اي نيله. وفكره بيبي ولاكازيت اللي ما بيلعبوش، يا جماعه هو احنا بنهرج؟ هو احنا بقينا عايزين الناس تتمسخر علينا؟ اي مدرب في العالم عنده بيبي ولاكازيت عايز يجيب جون مش هينزلهم؟ احنا ما ننزلهمش ليه؟ لان احنا ارسنال، لان احنا فريق كريبي غريب جدا. ما لا بيبي ده ولا لاكازيت، ولو عرفت اقعد اوباميانج هقعده. اوباميانج طبعا اللي الراجل بيخلص قرب على الرحيل، بيتكلم ان هو مش مبسوط. اخو اوباميانج بيتكلم ان هو ارتيتا مش فارق كتير قوي يعني عن امري، الاتنين بدون خبره، كله الكلام طالع في مشاكل. النهارده ارتيتا جاي يستلم، وانا ما قلتش رايي في ارتيتا، اتكلمت في الحلقه اللي رشحت لكم فيها مدربين وارتيتا كان واحد منهم، وقلت لكم ان مش من انحيازاتي قوي ان انا اخد ارتيتا، لان هو ما تعرفش تحكم عليه. مين ارتيتا؟ ارتيتا ليه ميزات وليه عيوب. ميزاته ان هو واخد بكالوريوس من جوارديولا. واتفورد جاب الثاني، واتفورد 2-0. بس يا كمال، بس يا كمال، احمد كابوليا، احمد كابوليا 2-0 يا كابوليا. قال لك اصل انا داخل على المركز الرابع، اصل انا اقسم بالله هطلع مركز. يلا 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 يلا. غير البكالوريوس الراجل اتدرب مع ارسن فينجر. ارسن فينجر مدرسه، ارسن فينجر سيبكم من الهزار والكلام اللي كنا بنقوله، الراجل مدرسه تقيله جدا في عالم تدريب الكوره، وتعلم من ده وتعلم من واحد تقيل زي الاقرع. النهارده تشوف جوارديولا بيتكلم قد ايه على اهميه ارتيتا وان هو مشي، قال لك اكيد هنفتقده، الراجل كان اضافه كبيره جدا للفريق، الراجل هنفتقده جدا. النهارده احساسي متلخبط على الدكه ومختلف، برغم طبعا اللي هو عمله اللي هنتكلم عليه، لكن قد ايه المدربين بيشكروا فيه. اللعيبه اللي بتتكلم ان الراجل ده كان كابتن فعلا وليه رهبه، عنده شخصيه كبيره، هيستخدم الشباب. الراجل واخد بروجكت من ارسنال، الكلام ان هو متفق على تعاقدات، متفق على مدافعين عايز يجيبهم، واخد نصيحة كتيره جدا من جوارديولا. كل ده شيء عظيم، الباشن اللي هو اتكلم بيه شيء عظيم، والحماس اللي عنده، وقال لك النادي لازم يفوق من الشخصيه اللي هو فيها، ودي حاجه مهمه جدا ارتيتا اتكلم عليها وعجبتني. انا متفائل. خلاص اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما قداميش حاجه. العيوب انك هو لا يوجد اي خبره ليه، يعني انت حتى كنت ممكن تجيب باتريك فييرا. باتريك فييرا عنده خبرات في فرنسا وبيدرب وعنده شخصيه متجرب، ارتيتا ما دربش فريق كبير قبل كده. النهارده حتى لو تبص مثلا تقول لي يا سري طب ما تجربه زي فرانك لامبارد، اقول لك فرانك لامبارد لا، فرانك لامبارد كان مدرب ديربي وعنده تجربه في الشامبيونشيب، اي نعم ما صعدش وفرقت بجون واحد في الاخر، لكن الراجل لا عنده تجربه وكسب يونايتد وكسب في الكاس وكان عامل مباراه حلوه موجود. هل ممكن يكون زي لامبارد؟ ممكن، وممكن يكون احسن، ممكن يكون اوحش من امري. كل ده هنعرفه في حلقات رزع المدفعجيه جوه وعوده مايلو في الايام القادمه، ونقيم بقى الدنيا هتشتغل معانا ازاي. على الجانب الاخر انشيلوتي، انشيلوتي شيء برضه غريب انك تلاقيه في ايفرتون، يعني كله توقع العكس. يعني انشيلوتي بهذه الخبره والنوادي اللي هو دربها ومدريد وتشامبيونز ليج، يا جماعه زيدان بيتعلم من انشيلوتي، كان معاه على الدكه. انشيلوتي ده درب كاكا وكافو الجيل الذهبي بتاع ميلان، اللي انت تشيلسي جه خد دوري في انجلترا، جبار ان هو يجي يمسك ايفرتون
وارتيتا هو اللي يعني كان المفروض العكس، ارتيتا اللي من ايفرتون نوديه هناك يتعلم شويه ويجي لنا واحنا ناخد الجاهز، لكن هو ده القدر. الراجل واضح ان هو قاعد مع الراجل الياباني او الصيني بتاع ايفرتون ده، بيصرفوا كتير ايفرتون، عايزين مدرب تقيل، قال لك خلاص نصرف بقى على المدرب. الراجل ايفرتون بتاع الرئيس بيفكر صح، جاب راجل محترم بيبني برضه بروجكت ماضي 4 سنين. انشيلوتي هيتقل الدوري الانجليزي يا جماعه، انشيلوتي بالمدربين اللي جايه هتبقى مدعكه شفيق السنه الجايه، وهنشوف على طول تاثير انشيلوتي اللي هيظهر من اول ماتشاته. الراجل ده خبره كبيره ويعرف يتعامل مع اللعيبه. الجانب الاخر هتلاقي بقى سيتي الله اكبر رجعت تشتغل، الله ينور، لبس جون بدري بدري من جيمي فاردي المبدع. جيمي فاردي البيست السنه دي، الراجل بيحط كوره لا يعني هو سم سترايكر حسام حسن دوري انجليزي فعلا يا جماعه، مش بيهرج، عارف الجون فين، استغل فرناندينيو الكره اتلعبت وراه على طول هوب ترش رفعها من الارض، مهاجم. الراجل هداف الدوري الانجليزي في وسط عتاوله السوق كلها في سنه ده، لا تيأس في الحياه طول ما فاردي موجود، وبيثبت لك ان انت مهما كان سنك تبقى الافضل في الدوري، غير طبيعي. دي حسنه ليستر الوحيده في الماتش. براندن روجرز فشل خالص ان هو يلعب جوارديولا في الماتش، جوارديولا تفوق عليه من فوقه لتحت وعارف يلعبه، برغم الجون اللي جه قدر يخلي لعيبته ترجع في الماتش، وهم كانوا عاملين ماتش هو يمكن يكون من الماتشات الافضل لسيتي طوال الموسم كله. بيلعبوا كوره النهارده، الراجل بيلعب جاندوجان وجنبه برناردو، عاملين شغل الاثنين مع بعض جدا، الميكس ده اللي في نص الملعب ابدعوا مع بعضيهم، وطبعا بوجود دي بروين الافضل في الدوري. الراجل النهارده يا جماعه افضل نص ملعب في الدوري بلا منازع، كل ماتش افكت مش طبيعي، بيقدموا كوره النهارده سيتي غير طبيعيه، الى ان يفك لك محرز الموضوع. محرز لازم يلعب، محرز بالاداء ده كل لما تنزله يبدع لك ويفك لك الماتشات باداء فردي او باداء جماعي، بيلعب الاثنين دلوقتي. محرز يا جماعه لو تسمع مني فورمته مكبوته، لكن هو افضل من فورمته مع ليستر، اسمع مني، ليستر كان اداء حتى فردي اكتر من كده بكتير، كان حريف جدا، بس اداؤه دلوقتي بقى فيه شغل جماعي، جوارديولا ضاف له كتير جدا تكتيكيا. لو الراجل ده خد فرصته بوجود ستيرلينج اللي مش ثابت في الفتره الاخيره، لا محرز لازم يكون موجود، وهيضيف جدا لحلم الشامبيونز ليج لجوارديولا والماتشات اللي انت عايز تفكها. جوارديولا طبعا متضايق من فكره البوكسنج دايز والماتشات اللي بتتسلم ورا بعض، كل 3 ايام هلعب ماتش، والانيل من كده ان انا بستلم وبسلم ليفربول، يعني انا هلعب ليستر لعبتها ليفربول هتلعب ليستر، انا هلعب وولفز ليفربول هتاخد وولفز. فجوارديولا بالنسبه له انا كده بسلم ليفربول الفريق خلصان، انا بفرم الفريق بنهيه اسمها ايه بنهيه بدنيا، عشان كده الفريق مش هينفع يروح يلعب ليفربول بعدي، وبيشتكي جدا الاتحاد وعامل مشاكل. لكن في الاخر الراجل بيطلع بال3 نقط اللي هو عايزهم، الراجل بيتكلم ان هو في ظرف اسبوعين بعد ما كان 7 نقط بينه من المركز الثاني بقى فرق نقطه بينه وبين ليستر، بيرجع للمنافسه. ليفربول الفرق بينهم لسه، ولسه عنده ماتش ليفربول ما تلعبش، هيبقى الفرق 11 او اكتر 14 لو ليفربول كسب. لكن المهم هو رجوع قريبا لابورتي او اجويرو، لو الاثنين دول رجعوا هيعملوا ايه السنه الجايه؟ لو رجعوا بنفس المستوى هل هيقدروا يخلوا جوارديولا يكسب تشامبيونز ليج؟ هل يقدر سيتي تقدر ترجع تاني في الدوري؟ وبعد الفرق لما بترجع من كاس العالم تعبانه زي اي فرقه في التاريخ، هل هيقدر جوارديولا يستغل ده ويكسب، ولا هو الماتش ده اللي عمله وبعد كده هيقوم جاي في يوم وحش يقع تاني على وشه زي ما بيقع ويروح الامل تباتا تباتا. الجزء الاخير في الحلقه هو جزء البارسا. بارسا نهايه الموسم خلاص، يعني خلصت السنه برشلونه على ارضها بفوز على الافيس 4-0، وبيطلع بقى ايه ام اس جي، ميسي سواريز جريزمان، بدل الام اس ان اللي كانوا يعني كل جمهور برشلونه بيحبه، جمهور برشلونه متفائل بام اس ام اس جي ده، يعني يقول لك ابتدوا يشتغلوا بيجيبوا ماتشات كل ماتش، جريزمان ابتدى يتفاهم جدا مع ميسي، سواريز شغال وميسي بيديله ضربه جزاء جدعانه كده هنتكلم عليها. النهارده جمهور برشلونه مبسوط، شاف تغييرات النهارده في الملعب، فالفيردي غير كتير، شفنا امتيتي برغم ادائه اللي انا ما اقتنعتش بيه، مهزوز، شفنا بوسكيتس رجع بعد عدم وجوده في الكلاسيكو، النهارده الراجل بيرجع وبيلعب حلو، شفنا فيدال، فيدال اللي بيجيب جون، فيدال اللي بيقدم مباراه حلوه جدا، فيدال اللي عنده جرينتا اللي كنا لسه بنتكلم عليه ان هو مش واخد فرصه، النهارده الراجل بيبدا بفيدال بيقول له يا عم منهي الموسم معانا اهو عشان يطفي شويه فكره انتر ميلان اللي بتلاحق فيدال، وفيدال عايز يروح يلعب مع كونتي ويرجع بقى للدوري الايطالي اللي بيبدع فيه وياخد حقه، انا شايف ان فيدال يلعب اساسي في اي فرقه. واخيرا شفنا المبدع الينا، كارلس الينا يا جماعه
مش كده. كارلوس أرينا بيبدا النهارده بيقدم لنا مباراه، جمهور برشلونه يقول لك والله العظيم كنا يعني بنفتكره ميسي يا ولد. هو الراجل بصراحه قدم مباراه عاليه جدا جدا، قدم لك حلول ما كانتش موجوده في الكلاسيكو، كان بيقدم دور البلاي ميكر ده جبار. جريزمان طبعا بيحرز الهدف الاول ثم يحرز فيدال الهدف تاني، ويطلع برشلونه مطمئنه جدا في الشوط الاول. ينزل برشلونه الواحد اللي هو خسر 4-1، لازم يبقى فيه واحد عشان يضيع كل مجهود ترشتجن بيعمله، وبيضيعوا له يا جماعه ارقامه. الراجل ده حرام يعني، الراجل ده بيبدع في الماتشات ولازم يدخل فيه جول. مشكله دفاع برشلونه مشكله، لكن النهارده بيتحاموا في الاجوان والكيمستري الهجوميه والنص الملعب الممتاز اللي كان موجود. ثم ياتي ان 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 انتوا في قلق، احنا 2-1 دوس على الزرار، هات عم ميسي في يوم الاحتفال طبعا بموسم 2009، بيول في الملعب والصور الجميله، وميسي بيستلم افضل لاعب في الدوري الاسباني خلال الشهر ده. يعني الراجل مش هيفوت فرصه زي دي، يعني بيفتكر كده ريحه السداسيه اللي هو عملها في الموسم العظيم بقى مع جوارديولا وبتاع، وبيجيب جون يختي على الجون. لازم تشوفه، لو مشفتوش ارجع روح شوفه، وقف الحلقه افتح تاب جديده وتعالى نتكلم. ميسي يا جماعه بيفرحنا اخر اسابيع، يعني حاجه جميله والله، وعجبني ان رونالدو كمان ابتدى يشتغل. نشوف بقى، الواحد يحب يتفرج على الاجوان بتاعت ميسي ورونالدو طاير وميسي مدي واحده كده. هو ده الكلام يا عم. في الاخر ما تنبسطش قوي ما دام معاك فالفيردي، فهو الدنيا مش هتبقى مظبوطه قوي، يعني ما تبتسمش للحياه. النهارده ابتسم بالثلاث نقط وانت متصدر الدوري، سواء مدريد اتعادلت او كسبت او خسرت هتبقى متساويه معاك في اسوء الحالات. مدريد هنستنى ماتشها بكره ونشوف هنعمل لكم حلقه تانية ولا لا. دي كانت حلقتنا يا رزيعه النهارده في رزيع اوروبا. قولوا لي لو فاتني حاجه، لو عايزين نتكلم في حاجه، اعمل لايك وسبسكرايب وخليك رزيع معانا وافتح التنبيهات وتابعنا اول باول، وكفايه رزعه قوي لحد كده. لا مش هقول حاجة، انت فاكرني هقول حاجة؟ مش هقول حاجة، انا واقف عادي. اه اتفضل اقعد معايا. انت ما وراكش حاجة برضو؟ احنا قاعدين واقفين. لا ده انت رخم قوي بقى.